معاكم بعظمة لسانه زي ما شفنا، حتى بطل التايكوندو البرونزي سيف عيسى لما سأله زميل إبراهيم فايق: أنت أهلاوي؟ أه أهلاوي جدا، بحب الكورة ومتابع دوري الكورة، طب مين اللاعب اللي أنت بتحبه في الكورة؟ قال لك بصراحة الشناوي. والحقيقة الشناوي في الأولمبياد الأخيرة أو في المشاركة الأخيرة في الدورة الأولمبية أخذ مكانة عالمية. أنا بقعد أطالع وكالات الأنباء كتير، من حتى الصحف العالمية والمواقع الدولية، بعد مباراة استراليا والتأهل وقبل وبعد مباراة البرازيل، الشناوي راح في حتة تانية خالص. استاذ ابراهيم، الجدارة معناها ايه؟ ان تكون على قدر التوقع. يعني انا لما واحد يعمل نتيجة او يحطم رقم قياسي فتبتدي تتكلم عليه كويس، لكن بعد كده لا يقترب من هذا الرقم، يبقى طفرة. الشناوي قيمته بتزيد ليه؟ لأن الكلام الإيجابي عليه بيسبق الحدث. يعني أنت في الدورة الأولمبية، يعني هو لما راح كأس العالم خد أفضل أو مان أوف ذا ماتش في أورجواي. في كأس العالم. لما في الأمم الإفريقية في برونزية النادي الأهلي، العالم كله يتحدث عن الشناوي وعن قيمته. طيب لما تيجي بقى في الدورة الأولمبية ويتحدثون أن هناك عقبة في المنتخب المصري اسمها حارس المرمى الشناوي، هذا الرجل موجود، ننتظر المتاعب، ننتظر المتاعب. تيجي المباراة تترجم هذا الانتظار ويتألق الشناوي. إذن ليس محض صدفة، هذه هي الجدارة. والشناوي لو كمل بهذا التركيز، المستوى الفني خلاص عنده الإمكانيات، بهذا التركيز وهذا الشغف وهذا الطموح هيروح في حتة تانية في التاريخ. طيب نرجع للشناوي اللي المهندس عادل شافه أنه عنده جدارة كاملة. ولما تشوفوا المعلقين، حتى الحقيقة المعلقين العرب وهم بيذيعوا ماتشات مصر، الكل بيتغنى بالشناوي، منهم الكابتن رؤوف خليف، نسمعه. جمهور فرهامبتون والشناوي على نظافة الشباك الهاوي، ما تحكيش مع الشناوي، ما يمكنش تعيش. هذا الشناوي أحد أفضل الحراس في العالم بكل تأكيد، قيمة ثابتة لمحمد الشناوي. شوف الكورة يا سلام، بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر من إخوان ميراندا والعملاق رافامير أمام الشناوي المثير. دانيال أولمو، كورة ويا الشناوي، كاسانتي الشناوي، فخر العرب بهذه النتيجة. كورة للشناوي، وين الشناوي؟ ما أجملك وما أروعك يا عملاق النادي الأهلي، يا أفضل حراس إفريقيا. شال السلامات للحارس العالمي محمد الشناوي. بمناسبة الجدارة والكلام اللي بيقوله الكابتن رؤوف خليف وصوته بيعلى مع كل التصدي، في حاجتين عايز اتوقف قدامهم. لما بقول لك ان توقفت عند تصريح لمدرب استراليا، قال لك 4 مرات قمت احتفلت ولكن الشناوي هناك، يفسد هذا الاحتفال. يا قعدني تاني. طيب لما يجي قبل الماتش تعليقات اللعيبة البرازيليين والمدرب الجهاز الفني، يقول لك ما احنا ما عندناش مشكله فنيه ولا بدنيه، احنا عندنا مشكله ان في حارس اسمه الشناوي. لما تشوف منظر الكابتن الشناوي بقى وهو قاعد واللعيبه واقفه بتتكلم في منظر، انا شخصيا ما فهمتش معناه ولا هدفه، يتكلموا مع بعض في الحلقه اياها اللي اتنقل الحديث فيها، ولكن الشناوي قاعد مهموم. مهموم ليه؟ طبعا الخساره مريره، كان يأمل في ميدالية، لو كان عداها كان عنده فرصة. أي. وده أصعب ماتش طبعا، يعني البرازيل ده لو تجاوزته عندك فرصة تتجاوز الصورة دي اللي انت توصل الصورة دي. تتجاوز أي حد تاني. طب هو قاعد بيفكر بيقول إيه؟ أنا النهاردة طبعا بالإضافة إلى المعاني اللي بقولها لك، لكن الشناوي كان في العشرة أو التشكيل الأمثل في الراوند الأولاني، ضمن العشرة الأفضل في العشرة. أداؤه في الماتش بتاع البرازيل زاد، ما قلش طبعا.
فأنت متخيل لو كان كمل الشناوي وكان ممكن يرشح لجائزة أفضل لاعب، يمكن ينافس على أفضل لاعب أو على الأقل أفضل حارس في البطولة. هو ممكن حظوظه موجودة ولكن بتقل لأنك مش بتلعب في الأدوار القادمة. أيوة. في ناس تانية اختبرت أكثر. اختبرت. طيب الشناوي الجدارة، ما أنت ممكن تبقى كل الناس شايفة أن الجون كويس ما يجيلكش اختبارات ولكن تختبر فتعدي. أنا بقول أن الشناوي على الأقل في أفريقيا السنة دي قد يكون مرشحا للقب كبير.